بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم نور الحق. يا ريت قبل ما نفتح الكتاب ونحكي الحكاية نصلي على النبي كده من البداية. عروضنا ما بتنتهيش وكل يوم لنا حكاية ورواية. حكايتنا النهاردة حكاية العربية كينج لونج موديل 2022 العربية الكاملة، عميد الميكروباص الصيني في مصر الكينج لونج. النهارده هنقدم لكم كينج لونج مستورده كامله بنزين موديل 2022. هنقول لكم على وصفها وامكانياتها، وهنقول لكم برضو على سعرها في نهايه الفيديو ان شاء الله. البودي بتاع العربيه زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، ادي القوايم بتاعه العربيه. العربيه ديت مستورده يعني متقفله بره، يعني الخواجه اللي صنعها هو اللي قفلها. فرق شاسع بين العربية اللي بتبقى متقفلة برة واللي بتبقى متقفلة هنا في مصر، يعني فرق شاسع بين العربية المحلي والعربية المستوردة، تفرق كتير جدا في حاجات كتيرة جدا ما يفهمهاش إلا الجماعة اللي بيركبوا الميكروباص وعارفين إمكانيات كل عربية وإمكانيات وتفاصيل كل عربية إيه بالظبط. لو انت بصيت كده هتلاقي الفروقات ما بين البيبان والقوايم كلام فاضي، انما في العربية المحلي بتلاقي الفروقات جامدة شوية. فركز معايا في التقفيل عشان نلل كلها في التفاصيل. ادي الجنب الشمال، العربية المستوردة بتبقى نادلة بدون شريط جانبي، ما بيبقاش فيها الشريط الجانبي اللي احنا كلنا عارفينه في العربية المحلي. ادي الشنطة من ورا، وبرضو متوفر من العربية كينج لونج بنزين وجاز، ومتوفر منها محلي ومستوردة، ومتوفر برضو منها فاضية يعني بدون تكييف وكاملة اللي هي بتبقى مكيفة، يعني جميع فئات الكينج لونج موجودة ان شاء الله. ادي الجنب الشمال، البودي بتاع العربية من بره هتلاقيه مسطرة. التقفيل يفرق فعلا يا جماعة. العربية المستوردة فرق بينها وبين العربية المحلي فرق كبير جدا. العربية المستوردة بتبقى نادلة بإفراج جمركي وشهادة بيانات غير المحلي اللي بيبقى فيه تنمية صناعية. تحس كده ان العربية المستوردة قالب سليم، واقفة كده مشموخة. نبص برضو على الدواخل من جوه بتاعة العربية كينج لونج المستوردة الكاملة البنزين موديل 2022 العربية الجديدة الزيرو. العربية فيها دواسة جلد في الأرضية اللي هي نادلة بيها، وكراسي بكياسها. نحاول برضو نفتح النور بتاع العربية الداخلي علشان خاطر يبين لنا الرؤية بتاعت الصالون. ايوه كده، تسجيل بواسطه يو اس بي، والطاره متحركه معاك تقدر تنزلها وتطلعها زي ما انت عايز. والطابلون الجديد بتاع موديل 2022، وادي البورده بتاعت التكييف. التكييف في جميع انحاء العربية مش تكييف مركزي بس، يعني في فتحات للتكييف في جوانب العربية. دواسة جلد في الارضية محترمة. البوردة بتاعت التكييف قلنا. السقف برضو معمول له عادل حراري، وفتحات التكييف اللي قلنا في كل الاجناب، وكراسي طيارة وكراسي قلاب. العربية بتشيل معاك 14 راكب، زائد السواق يبقى معاك 15 راكب. ممكن ترخصها خاص، ممكن ترخصها أجرة، تشتري لها نمرتين أجرة في القاهرة أو الجيزة، أو ترخصها خاص متعهد نقل عمال أو توريد عمالة أو مكتب مقاولات، كله متاح يعني. كينج لونج مستوردة كاملة موديل 2022، عميد الميكروباص في مصر. العربية اللي أثبتت نجاحها وكفاءتها في السوق المصري.
نيجي بقى لسعر العربية. سعر العربية اللي ماشي الآن 264,000 جنيه كينج لونج مستوردة كاملة موديل 2022، 264,000 جنيه. للناس اللي بتقول لك ما بتقولش السعر ليه، ادينا بنقول السعر 264,000 جنيه كينج لونج مستوردة كاملة موديل 2022 بنزين، والبيع نقدا او بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاقة الشخصية انت واي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول من ارض المعرض بدون استعلام وبدون اي اجراءات معقدة وبدون اي ضمانات بنكية، تقسيط مباشر وتسليم فوري. كان معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون، والسلام عليكم ورحمة